السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 4 أغسطس 2019. تابع معنا الفيديو للنهاية. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16 جنيه و55 قرش. سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 16 جنيه و53 قرش. سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك كريدي أجريكول 16 جنيه و52 قرش. سعر الدولار في بنك قناة السويس 16 جنيه و51 قرش. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB وبنك التعمير والإسكان 16 جنيه و50 قرش. سعر الدولار في بنك الإسكندرية والبنك المركزي المصري 16 جنيه و49 قرش. بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية، سعر اليورو 18 جنيه و22 قرش، سعر الجنيه الاسترليني 19 جنيه و97 قرش، سعر الدينار الكويتي 54 جنيه و24 قرش، سعر الريال السعودي 4 جنيه و39 قرش، سعر الريال القطري 4 جنيه و27 قرش، سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيه و50 قرش. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.